أهلا بحضراتكم، وخدمة إخبارية جديدة تقدمها إكسترا نيوز، نرصد خلالها أبرز ما يثار من شائعات تستهدف المجتمع المصري، نفندها ونرصد الصور والمعلومات الحقيقية. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة مفادها أن هناك أنباء عن صدور قرار بإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية. قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار صرف سلع غذائية واستهلاكية مقابل فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب قيمة 10 قروش لكل رغيف خبز يتم توفيره على البطاقة خلال الشهر، على أن يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية في الشهر التالي. وللمزيد من النقاش حول هذه الشائعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. حضرتك تابعت معنا الشائعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعنا نفند هذه الشائعة مع حضرتك. طبعا وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفي جملة وتفصيلا هذه الإشاعة، وبنأكد على مجموعة من الحقائق واحنا مع حضراتكم. أولا، استمرار منظومة صرف نقاط الخبز على البطاقات التموينية، ودي باختصار شديد أي مواطن بيوفر رغيف خبز بيتم احتسابه ب 10 قروش زي ما حضرتك ذكرتي، وفي آخر الشهر بيستبدل هذه النقاط بسلع غذائية أو غير غذائية مجانية من عند المنافذ التموينية البالغ عددها 40,000 منفذ على مستوى الجمهورية. الأمر الثاني، منظومة التموين أو صرف السلع التموينية الحمد لله مستمرة بعد الزيادة تمام اللي أكد عليها السيد الرئيس. إحنا النهاردة 15/9 صرفنا أكثر من 85% من المستهدف صرفه للسلع التموينية عن شهر 9 بالزيادات الجديدة ال 100 جنيه وال 200 جنيه وال 300 جنيه، ودول تم إتاحتهم ل 8 مليون أسرة لمدة 6 أشهر لأكثر من 36 مليون مستفيد بتكلفة شهرية قدرت ب 833 مليون جنيه، بالإضافة للدعم الأساسي اللي بيتم صرفه على بطاقات التموين اللي بيبلغ شهريا 3 مليار جنيه. إحنا حضرتك عندنا حوالي 23 مليون بطاقة بتصرف شهريا ل 64 مليون مواطن من خلال المنافذ التموينيه، وعندنا في قائمه صرف السلع التموينيه 29 سلعه موجوده في شهر 9 كانوا حوالي 25 سلعه، واضفنا 4 سلع جديده هذا الشهر، والمواطنين اللي بيستحقوا الزياده تم تحديدهم من جانب لجنه العداله الاجتماعيه بمجلس الوزراء، وبتوصل له رساله على بون العيش او رساله نصيه على التليفون المحمول ان هو بيستحق الزياده اللي بتستمر ل6 أشهر. وباكد برضو على حضرتك انتظام منظومه صرف الخبز البلدي المدعم، يوميا المخابز عندنا حوالي 30,000 مخبز بتطلع كل يوم من 250 الى 270 مليون رغيف على مستوى الجمهوريه، فالحمد لله باكد يعني مع حضرتك صرف نقاط الخبز مستمر كما هو دون الغاء، منظومه السلع التموينيه مستمره كما هي، بل على العكس يعني أضفنا سلع إضافية وأضفنا دعم إضافي، منظومة الخبز مستمرة كما هي. نعم أستاذ أحمد، يعني حضرتك أشرت إلى إضافة 4 سلع تموينية جديدة، دعنا نستعرض مع حضرتك مجمل السلع وما هي السلع التي تم إضافتها. طبعا إحنا عندنا قائمة التموين شهريا بيتم الصرف ليها، لكن ضفنا مع الزيادة الجديدة المسلي النباتي أو السمنة ضفناها على منظومة التموين، أيضا التونة تم إضافتها بالإضافة إلى الطحينة أيضا تم إضافتها، والدقيق المعبأ 1 كيلو، وكده أصبحت القائمة عندنا 29 صنف، بالإضافة طبعا للزيوت والسكر والفول والشاي ده موجود أساسي، والجبنة بأنواعها وكل ما يخص احتياجات البيت المصري. الحمد لله إحنا شهريا يعني بنصرف زي ما قلت لحضرتك 3 مليار جنيه سلع، والدعم الإضافي
تقريبا 833 مليون جنيه ان شاء الله لمده 6 شهور، بدات من 1/9 وهتستمر معانا 6 اشهر زي ما وجه فخامه الرئيس لوزاره التموين. ده في اطار طبعا مد مظله الحمايه الاجتماعيه للتخفيف طبعا من حده يعني تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه وما تلاها من ارتفاعات لبعض الاسعار عالميا. والحمد لله مصر يعني ولوزاره التموين لم نعكس هذه الزيادات على وزاره التموين او على السلع الاساسيه، الحمد لله احنا لسه محافظين على الاسعار الاساسيه، عندنا السكر على منظومه التموين موجود ب 10 جنيه ونص، عندنا الزيت 800 مللي ب 23 جنيه، الرز المعبأ ب 10 جنيه ونص، المكرونه 800 جرام ب 10 جنيه ونص، وعندنا طبعا الفول موجود ب 7 جنيه ونص، والدقيق المعبأ ب 11 جنيه، كلها اسعار الحمد لله تناسب الجميع. نعم، وبالطبع الدعم الذي يتلقاه المواطن المصري من وزارة التموين لا يخفى على أحد، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية وقرارات السيد الرئيس باستمرار دعم المواطن. بنشكرك شكرا جزيلا معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأستاذ أحمد كمال، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا التفنيد وهذا الإيضاح. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الحديثة من إكسترا نيوز والمختصة بتفنيد الشائعات التي تصدر على السطح. شكرا جزيلا لحضراتكم، حتى ألتقيكم من جديد، أترككم في أمان الله.